نعم وليد، هل أنت في الاستماع؟ أنت معنا عبر المباشر من ولاية سكيكدا، وإليك الخط. نعم مساء الخير. مساء الخير مالك، مساء الخير للزملاء الكرام سواء داخل أرض الوطن أو خارجها. بالفعل متواجدون هنا بسكيكدا في تجمع شعبي كبير وتجمع شعبي رهيب، داعمين لحملة المترشح الحر عبد المجيد تبون. يعني الوجوه هنا التي تحضر معي وجوه سياسية معروفة في الساحة السياسية بالجزائر. خلينا نبدأ معك مع رئيس ديوان الحملة المترشح الحر عبد المجيد تبون السيد كريم دراوي. سيدي مساء الخير، مرحبا بنا وبقناة النهار عندكم. ربما كلمة حول هذا التجمع الشعبي الكبير اليوم، خاصة أنه يحضر فيه ثلاث أمناء عمون لأكبر الأحزاب السياسية في الجزائر. بداية مرحبا بكم قناة النهار، ومرحبا بالوفد الكبير الذي شرفنا بحضوره اليوم في ولاية سكيكدا، ولاية 20 أوت 1955، ولاية المجاهدين، معقل الولاية الثانية التاريخية. بداية كما لاحظتم في هذا التجمع وهذا الحشد الكبير الذي نحيي من خلاله ذكرى 2055، وكذلك أنا مع موعد مع التاريخ مع هذا الاستحقاق الانتخابي الكبير اللي هو انتخابات الرئاسية 7 سبتمبر 2024. نحن كداعمين للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون مجندين تماما كل تجنيد، والقاعة يعني والحضور الغفير يعكس مدى القابلية والدعم الغير محدود للسيد المترشح للحر السيد عبد المجيد تبون. هذا ما يبشر بالخير من حيث المشاركة القياسية بإذن الله في الانتخابات، وكذلك النصر الساحق الذي انتظره في هذا الاستحقاق الانتخابي الكبير لمرشحنا. ومرحبا بكم وبالوفد الذي شرفنا ورفع من مستوى هذا الحدث في ولايتنا التاريخية. بارك فيك سيدي المدير. خليني عبد الملك نذهب إلى الأمين العام لحيلان. ربما سيدي الكريم 20 أوت وسكيكدا ربما ذكرى تاريخية لم يكن اختيارها فقط عشوائيا، ولم يكن اختيارها هكذا، كان اختيار مدروس ورمز تاريخي خاصة للمنطقة. أولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، شاءت صدف أن نلتقي مع أخويا يحيى مصطفى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي والأخ فاتح بوطبيك رئيس جبهة المستقبل في هذا الولاية المجاهدة، ولاية 20 أوت 1955، الذكرى المزدوجة ليوم المجاهد ويوم هجوم الشمال القسنطيني، وكذلك ذكرى أخرى اللي هي 20 أوت 1956، انعقاد مؤتمر الصمام. هذه كلها تواريخ يعتز بها الشعب الجزائري وما قدمه أسلافه. أما بالنسبة للذكرى الخالدة اللي هي 20 أوت 1955، في هذه الولاية المجاهدة كانت قادوها مجموعة من المجاهدين الأشاوس أنذاك لفك الحصار على منطقة الأوراس الذي كانت محاصرة من طرف العدو الفرنسي، وكانت النتيجة أن فرنسا أخذت درس أن هذا الشعب لا يقهر، فإنه شعب موحد موحد من أجل وطنه ومن أجل ونيل وتحصلنا على الاستقلال تاعنا، واليوم رانا في بلادنا حرين متجهين إلى المترشح الحر السي عبد المجيد تبون الذي زكيناه، وماشيين معه في هذه الحملة. لأتمنى من كل أحرار الجزائر، من كل أحرار سواء ذكور أو إناث، للتوجه إلى صناديق الاقتراع ليدلوا بصوتهم، لأن هذه الانتخابات ما هيش كما سابقتها، لابد أن يدلوا بصوته وتكون تعبئة وتكون الذهاب إلى صناديق الاقتراع بقوة لإعطاء دروس لكل من يتربص بهذا الوطن وهذا الوطن العزيز وفقط. سيدي أمين العام، ألا ترى أنه ربما الحضور الجماهيري اليوم الكبير هو دليل على أنه الشعب الجزائري أصبح واعيا بما يترصد الجزائر؟ بطبيعة الحال اليوم المجتمع العالم كله ولا قرية، اليوم الشباب نتاع أبنائنا لهم من يعني الاطلاع ما يجري في العالم سواء في على المستوى الإقليمي أو الدولي، على مستوى الجيوسياسي في المنطقة نتاعنا
بطبيعة الحال البلاد نتاعنا مستهدفة، ولهذا هذا الشباب اللي جاوا اليوم بقوة، ما تنساش باللي أنهم من سلالة أولئك الذين ضحوا على ذاك الوطن من أسلافهم أجدادنا وأسلافنا وأباؤنا وغير ذلك من المجاهدين. هؤلاء هم الطاقة الكامنة الذي تحمي هذا الوطن. خليني زميلي مالك نذهب إلى الأمين عام لحزب الأرندي الأستاذ بروفيسور ياحي، ربما متواجدين اليوم في مدينة سكيكدا مدينة الثوار، اليوم ربما برنامج المترشح الحر عبد المجيد تبون هو برنامج ثري ركز فيه على عهدة ربما بالمئة، وخاصة أيضا في الشق الثاني أنه الجزائر تشهد على حدودها يعني نار ملتهبة ربما. طيب، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، في الواقع أننا سي مبارك تكلمنا، وليس بالصدفة أن تكون هذا التاريخ في سكيكدا. إذا هو يتزامن مع اليوم الوطني للمجاهد، أسس للذكرى المزدوجة لهجومات شمال قسنطيني 55، وأيضا ذكرى مؤتمر الصمام أوت 56 لتنظيم الثورة أكثر، وكما قال أخ سي مبارك هذه الهجومات التي أتت لفك الحصار عن 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 الأوراس وبعث تلك الروح الوطنية الجديدة في إبان الثورة التحريرية واشتعال الثورة على التراب الوطني. إذا أولا الهدف الأول أننا في حملة، ولكن توقفنا اليوم هنا في سكيكدا لاستحضار الإرث المقدس لأبائنا أجدادنا لهذه التضحيات. هذا إرث مقدس يدخل في الذاكرة الوطنية، الحفاظ عن الذاكرة الوطنية، والمترشح الحر الذي ندعمه خطى خطوات كبيرة بالنسبة للذاكرة الوطنية التي نعتبرها في الائتلاف الوطني التيار الوطني من بين أولويات، لأننا نحن مع هذا الشعب لأنه مطلب شعب المليون ونصف مليون شهيد. لذلك الهدف الأول هو استحضار هذا الإرث الذي يدخل في الذاكرة الوطنية. أيضا النقطة الثانية مهمة، وتكلمت عن هذه التحديات في الواقع وهذا السياق وهذه الصعوبات وهذه المخاطر، فنستحضر، وأيضا هناك لابد أننا ننظر كيف كانت أيضا السياقات في هجومات شمال قسنطيني في 55، ما أشبه الأمس باليوم. لذلك كمناضلين كمواطنين هذا السياق لابد أن يعطينا أكثر دفعة، وهذا الإرث التاريخي يعطينا أكثر قوة من أجل مواجهة التحديات والوقوف أكثر مع دولة المؤسسات. الجزائر هي دولة المؤسسات، لابد أن المعركة الأولى نبني الجزائر بتقوية المؤسسات بتقوية المشاركة. ثم الآن كتيار وطني التفينا حول برنامج نحن نمشي في كل بقعة من هذا الوطن لشرح ما هي الأهداف من هذه البرامج. بعد قلنا دوما لابد المحافظة على شيئين، هذه المكتسبات لي في جميع الميادين الاجتماعية، وقبل الاجتماعية لابد أن تصونها المكتسبات الاقتصادية الأمنية الدبلوماسية. إذا هذه المكتسبات لابد المحافظة عليها وتعزيزها في العهدة الثانية. ثم كيف يكون تعزيز بمواصلة الإصلاحات إلى بلوغ غاياتها. لذلك فنحن نتفق في الثلاثة، ومع شرائح كبيرة من المجتمع نحن مع المترشح الحر عبد المجيد تبون، ولكن هذه وقفة أيضا لابد منا كمناضلين كمواطنين أن نستذكر وأن نستحضر هذا الإرث الذي في الحقيقة ما يزيدنا إلا فخرا بالأباء بالأجداد بتاريخ الأمة بالجزائر، ويعطينا أيضا دفعة وجرعة أخرى من أجل المضي قدما نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتطور والدولة الناشئة الجزائر في الدولة الثانية إن شاء الله. شكرا لك سيدي أمين العام. خليني زميلي مالك نذهب إلى أمين العام أيضا لجبهة المستقبل فاتح بطبيق. سيدي مساء الخير، عفوا. اليوم ائتلاف من الأحزاب يتواجدون هنا بمدينة سكيكدا التاريخية، ربما برنامج ثري للمترشح الحر عبد المجيد. نعم، أولا الحمد لله والشكر لله بكل فخر واعتزاز أن نكون اليوم حاضرين مع إخوان قادة الأحزاب السياسية وازنة في الساحة الوطنية في حدث تاريخي في ولاية تاريخية مثل ولاية سكيكدا. نعيش
هذا اليوم نستذكر من خلال البطولات والتضحيات والانتصارات اليوم، واليوم نتكلموا على الانجازات والمكاسب كما قال الاخ سياحي. اكيد ان الجزائر اليوم بهذا التالق بهذا الماضي المجيد هي فرصه للشباب الجزائري، هي فرصه للشعب الجزائري من اجل استمرار بعزيمه الشهداء والمجاهدين وتحقيق المستقبل الافضل الذي امنوا به وحلموا من اجله. فنحن في حمله انتخابيه لصالح السيد المرشح عبد المجيد تبون الذي يولي اهميه كبيره للتاريخ المجيد، ويحرص على مكتسبات الامه والاخذ بالايدي نحو مستقبل واعد. فبالقدر ما نتكلم عن الشهداء والمجاهدين والبطولات ومعارك الجزائر، فلن نوفي هؤلاء قدر حقهم الا بالتزام وطني صادق وواعي ومسؤول من طرف الجميع. احنا حاملين رساله امل من السيد عبد المجيد تبون للشباب الجزائري، للشعب الجزائري. الجزائر اليوم تتقدم في خطوات، الجزائر اليوم تلعب على اكثر من صعيد داخلي وخارجي، الجزائر اليوم تنشر المحبه والسلام على مستوى عالمي، الجزائر اليوم اصبحت محط انظار بين الكثير من الدول. فيجب اليوم قبل اي وقت على الشعب الجزائري ان يتوحد اكثر وان ينظر الى مستقبله والى واقعه بنوع من الجديه، ويعطي المثل كما اعطاه المجاهدون والشهداء. ونحن في 20 اوت، مدينه 20 اوت، واتمنى الخير الوفير لساكنه ولايه سكيكدا باعتبار انها كذلك جزء من هذا النسيج الوطني وتحمل جزء من التاريخ الوطني التاريخ الجزائر. فتحيه احترام وتقدير لساكنه سكيكدا ولكل المسؤولين والقائمين وكل الممثلين على مستوى الاسره الطبيعيه. كسؤال اخير سيد فاتح بوطبيق، ربما اليوم الائتلاف الوطني لدعم المترشح عبد المجيد تبون اكيد عنده برنامج في هذه الحمله الانتخابيه، لكن رغم الحراره رغم هذا الطقس الى انه الكل عازم والكل يمشي من ولايه لاخرى واحيانا ولايتين الى ثلاثه من اجل برنامج او توعيه الشباب بالانتخاب والاقتراع يوم 7 سبتمبر. نقولها بصدق، وجدنا حاضنه شعبيه هادئه متقبلة، بل بالعكس راضية وتريد أن تنخرط في العمل السياسي ولكن في جوم الهدوء. نحن الآن نتكلم على معركة الوعي ليقوم بها من أقل من أبسط مواطن إلى أكبر مسؤول. فعلى ما أظن الجزائر اليوم الله يبارك هي قارة، والانتخابات هي فرصة لنا في إطار بناء وعي وطني صادق قوي، وخاصة في الأمور اللي تجمع الجزائريين والجزائريات، ونعطي درس للخونة وللمثبطين والمشككين، لأن الجزائر أكبر بكثير من هؤلاء. والجزائر بخير، الجزائر تتقدم، والرجل يحمل مشروع وطني إصلاحي قوي يجب أن نلتف حوله ونخلق نوع من الانسجام الوطني حتى نذوق ثمار هذا الإصلاح في أقرب وقت. بارك الله فيك يا سيد تطبيق. إذا هذا ما لدينا زميلي عبد الملك، فقط رسالنا لكل الجزائريين، الجزائر مستهدفة فيجب الذهاب للاقتراع واختيار الأحسن. نعم، شكرا لك زميلي وليد مهاجري موفد تلفزيون.